السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. وياكم علي العراقي. تشوفون إنه قللت مقاطع، قمت أنزل كل يومين كل 3 أيام مقاطع، وهذا اللي راح يصير لأن مشاهدات ماكو، المشاهدات ما تتب قناتي. قلت أنزل فيديو على هذا الموضوع بس همين ما نزلت، لأن صراحة دا أتعاجز، يعني دا ضوج إنه أنزل مقطع يوصل 2000 أو 5000 مشاهدة فقط، مدى يوصل 10000 او 20000، ما اعرف ليش. يعني اللي عندي متابعين هواي نايمين، يعني اعتقد الثانية 64 او 65، قول 50000 شخص نايم، 50000 متابع نايم. حتى اللايك عندكم ما اعرف عباك بفلوس، صدق كذي اريد فيديو يوصل 10000 لايك ماكو. يعني انا من بدت 2017 اول اسبوعين اول شهر دق فيديوهات، دق كل يوم، كل يومين ناشر 3 فيديوهات، ما عليه مشاهدات بس 2000. مليت نيو اورلين الجزء الخامس مال جينجستار حصل 10000 مشاهدة بالقوة خلال 3 ايام، لان اللعبة مشهورة وحصل بالقوة. المفروض هاي حصلها بيوم واحد 10000 ويحصل اكثر، ولايكات، بس لايكات ماكو. ما اعرف اللايك عندكم بفلوس، مع انه بس تدوس اوكي ديتش كأنه اوكي هو لايك. صدق ماشي شباب، انا هذا راح اسوي، انشر فيديو 3 ايام او كل يومين، اوكي، وجوز كل اسبوع ما اعرف. اوكي شباب، اليوم عندنا لعبة جديدة اسمها ديكومبريشن، ازالة الضغط، ديكومبريشن، ما اعرف شلون مسويها. المهم ها هي اللعبة شباب، طبعا موجودة في سوق بلاي مجانية والنسخة التجريبية، حاولوا تحملوها السنين بعد ممتلئ، راح تنقل رابطها بالوصف. سوق بلاي مجانا وايضا موجوده في ماركت افيان ماركت فيتنام، من موجوده حجم اللعبه 105 او 115 ميجا بايت بالزايد 150 ميجا بايت. المهم شباب ها هي اللعبه، خلينا نشوفها. ار بي جي اكشن، طبعا هنا بوت ماتش، خلينا نشوف بيها ديت ماتش، بيها تيم ديت ماتش، تقدر تلعب زوجي فردي اونلاين، خلينا نشوف. خلينا نلعب الديت ماتش على السريع، بيها هواي اماكن، خلينا نشوف هذا المكان، نضغط اوكي على تقدر تحدد الوقت، تقدر تحدد عدد اللاعبين اعتقد، تقول له اوكي مثلا وتنتظر يعني اللاعبين. هاي هي اللعبة، طبعا تشوفون لاعبين، هاي تيم ديت ماتش، انه هذا المشي الرمي، انه تسحب هاي الايقونة جوا السلاح ويرمي طلقات. صراحة اللعبة حلوة جديدة، حلوة اللعبة ار بي جي اونلاين، اللي يحب هيك لعبات خليه يجربها، اللي ما يحب هيك لعبات على الاقل اعطيني لايك، ترى مو بفلوس، اللايك بربع دينار، يعني مو غالي، ترى اللايك بربع دينار. المهم هذا قتال اللعبة، انه تسحب طلقات هيك، شوية غريبة بس همينة كنوع جديد. بهذا سلاح الليزر مدى اقدر اقتل اي واحد. نزلني بمعركة كلهم قويين، طبعا عندي مسدس همين وعندي رشاش، اضغط على ايقونة بحاضي شال حارق، قتلت واحد، ما اعرف يمكن قتل واحد، انا قتلت له واحد غيري ما ادري. المهم هاي اللعبة بيها فريق ويا فريق، او بيها او ديت ماشي العفو، هسه هاي يعني واحد ضد الاخ فري. يلا تسحب بسحب، انه بسحب وتعال ارمي، اوه كتلوني. طبعا بيها هواي حركة، بيها الركض السريع وبيها القفز حتى ما يلزمون، كان حلوة اللعبة صراحة، حلوة مسوي صراحة، حلوة مسوي من الالعاب الحديثة. اوكي 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 اوكي، اقمز موت، شوي تحكمها صعب بس هي نسخة تجريبية مثل ما قلت لكم. كتلوه، جا واحد افلت السيبرين، بعدين انا جيت قاتل، تحكم شوي، بيها قفز وركض سريع. اوكي خلني نشوف، صراحة لعبة حلوة ار بي جي اكشن، هواي ليسون هيج العاب، طبعا هواي العاب راح تنزل هيج. اتمنى عجبتكم حلقة صغيرة على هاي اللعبة شباب، راح تلقون رابط بالوصف. لازم تسحب حتى ترمي، لازم يعني تعبي الشارجور.
كل الليزر هاي ما دافت تمشك هنا صراحة. ثلاثة يو ثري كاتل ثلاثة و والليت لايت كاتل 12 واحد شوية صعبة. اخترت هذا الرابع طوني انجاز حلو. وي 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 اطلع منه اطلع منه خلا اطلع منه لان شوية صعبة دا اشوفه. كل مسلحة قويين بروفايل بها السيتنج يعني ما بها حاليا البلايرز هنا يمكن اللاعبين خلينا نشوف اي شخصية من هنا بس ما بيها شي مهم حاليا. الاسلحة هنا بها اسلحة هواية شلون بالله اشوف اقدر اشتري واحد اقدر اشتري هذا اوكي لازم اشتري بدولار يبو ارجع تيم ديت ماتش اوكي. طبعا هنا تحدد يا خارطة تريد تلعب وعدد اللاعبين راح ينزلون وانت راح يشمرك السيرفر يعني خاص وياهم. طيب اوكي عدد اللاعبين تختار راح هو يدخلك مباشرة اوتوماتيك ويا عدد لاعبين. هنا احنا الفريق الاحمر العدو يطلع فريق ازرق. اركض اوكي شباب تقول رابط بالوصف. اتمنى عجبتكم. الى هنا نهاية المقطع.